واش عرفتوا واحد الحاجة؟ تصالحوا مع ملك التعيش الحاضر. طبعا طبعا، انا كنمشي للدار با اي بورتو نقدر نهز با، ولا بغيت نفوح على راسي نهزو كري لي ابارتمون نفرقعو ونفرش غريب احسن فرش ونحطه نخرج انايا على با باش الناس يقولوا لنا راه با ساكن في كيليز، نخرج انا با من لونطوغاج ديالو ومن ديك البلاصه السخونه بحال راجل عاش 60 عام في حومه، نجي انا نخرجو باش يقولوا لي انا راه كلامو والديا ساكنين في كيليز. والله يعني على جد امي الكلب، والله يعني على البوات ربعيه اللي درتها. كنمشي انا لعند با الحومه ونطلب الدراري ونخرج انا وبا ولابس بانطوفطوس برجلتو ولا هذا ونجلس معاه ونجلسو تمايا ونشوف ولاد حومتي ونضحك انا ولاد حومتي ونكاري الطوموبيل ونحطها لهم في الطريق ونتغاوت انا وياهم ونضحك انا وياهم وناكل الكفته ونشرب حريشه ونشرب غره في التراب وندور تما تنشبع ونجي في حالتي. وكاينين الناس اللي تقول انا ما نرضاش، انا باقي علاش ما نبقاش ندخل للقصبه؟ علاش ما نبقاش ندخل؟ خاصه القصبه جو سوي ناو جو سوي